شاهد جثة فرعون تتكلم بعد 7000 سنة من موتها، وتشهد أن القرآن حق، فاسمع ماذا قالت المومياء وآخر كلمات فرعون قبل موته. معجزة ظهرت الآن وزلزلت العالم بأسره، سبحان الله. مومياء فرعون تنطق وتتكلم بعد أكثر من 7000 سنة، فكيف حدث ذلك؟ وما الذي قالته؟ وماذا قال العالم الذي قام بتحليل الجثة؟ ولماذا دخل الإسلام؟ في هذا المقطع سنعرض لكم ما قالته مومياء فرعون. ولكن فضلاً إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. واليوم بعد مضي أكثر من 7000 سنة من موته، حدثت مفاجأة هائلة لم يتوقع أحد حدوثها، فقد تمكن العلماء من جعل جثة فرعون تتكلم ليسمعوا ويعلموا آخر ما قاله قبل موته وآخر صوت نطق به أثناء خروج روحه. فقد تمكن العلماء من تحليل حنجرة الفرعون واستنساخ مخ الحنجرة بعد اكتشافهم لطريقة تمكنهم من إصلاح حنجرة الفرعون لتعود وتنطق بآخر ما كانت تقوله قبل 7000 سنة. فاسمع صوت الطاغية فرعون وآخر صوت خرج منه عند موته. فقد كان هذا الطاغية يستنجد ويتأوه عند موته ويطلب الرحمة من الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى أن فرعون عندما أدرك إنه ميت لا محالة آمن بالله تعالى وقال: إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن الله عز وجل لم يقبل توبة فرعون ولا إيمانه لأنها جاءت متأخرة وبعد فوات الأوان. وليس ذلك فحسب، بل تنبأ العلماء من اكتشاف طريقة تمكنهم بالتنبؤ بشكل فرعون الحقيقي قبل أن يموت، ووجه فرعون الذي كان يبدو عليه لأكثر الملوك ظلما وطاغية على وجه التاريخ. فتمكنوا من إعادة تشكيل وجه فرعون وهو وجه لرمسيس الثاني، والذي يؤكد الكثيرون إنه فرعون الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، والذي تحدى الله وحاول قتل النبي موسى عليه السلام. فانظر كيف كان شكل هذا الطاغية عند موته، وشاهد كيف كان يبدو في شبابه أيضا وفي عز قوته. فسبحان الله الذي لا يدوم الملك إلا له. وقد يتساءل الكثير من الناس عن بقاء جثة فرعون وعدم فنائها، مع إنها غرقت في البحر عندما جعل الله البحر إلى شقين. وغالب الظن أن مياه البحر قد قذفت جسد فرعون إلى مصر، وأخذ المصريين القدماء جسده وقاموا بتحنيطه كما يفعلون، ثم قاموا بدفنها في المقبرة المعدة له مع كنوذه وبقاياه. وبقي قبره مخفيا منذ ذلك الحين حتى اكتشفه بعض الفلاحين بالصدفة، وهنا ظهرت الجثة للعلن، وبدأ العلماء بإجراء التجارب عليها ليعلموا ماذا حدث لها. وتم نقل هذه المومياء إلى أكبر مركز آثار فرنسي لدراسة طريقة موتها ومحاولة اكتشاف أسرارها. وكان على رأس أولئك العلماء عالم فرنسي شهير يدعى موريس بوكاي. وعندما قاموا بتشريح الجثة ودراستها واجهوا أمرا غريبا للغاية، وهذه هي المعجزة التي أذهلت العلماء وأثبتت صدق القرآن الكريم مما لا يدع مجالا للشك. فبعد فك الرباط التي كانت مربوطة المومياء به، ارتفعت يد المومياء إلى الأعلى وكأنها قد عادت إلى الحياة. فتم نقل جثمان أشهر طاغوت عرفته الأرض، وهناك وعند سلم الطائرة اصطفى الرئيس الفرنسي منحنيا هو وزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ليستقبلوا الفرعون المصري. وعندما انتهت مراسم الاستقبال الملكي لفرعون على أرض فرنسا، حملت مومياء الطاغوت بموكب لا يقل حفاوة عن استقباله، وتم نقله إلى جناح خاص في مراكز الآثار الفرنسي، ليبدأ بعدها أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف أسرارها. وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء هو البروفيسور موريس بوكاي. كان المعالجون مهتمون بترميم المومياء، بينما كان اهتمام موريس هو محاولة أن يكتشف كيف مات هذا الملك الفرعوني. فجثة رمسيس الثاني ليست كباقي جثث الفراعين التي تم تحنيطها من قبل،
فوضعية الموت عنده غريبة جدا، وقد تفاجأ المكتشفون عندما قاموا بفك أربطة التحنيط، فإذا بيديه اليسرى تقفز فجأة للأمام، أي أن من قاموا بتحنيطه أجبروا يديه على الانضمام لصدره كباقي الفراعنة الذين ماتوا من قبل. فما السر يا ترى؟ وفي ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج نهائية للبروفيسور موريس. لقد كانت بقايا الملح العالقة في جسد الفرعون مع صورة عظامه المكسورة بدون تمزق الجلد والتي أظهرتها أشعة إكس. كان ذلك أكبر دلالة على أن الفرعون مات غريقا، وإنه قد تكسرت عظامه دون اللحم بسبب قوة انضغاط الماء، وأن جثته استخرجت من البحر بعد غرقه فورا، ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو ببدنه. والغريب أنهم استطاعوا أيضا تفسير الوضعية الغريبة ليده اليسرى، وذلك أنه كان يمسك لجام الفرس أو السيف بيديه اليمنى والدروع باليد اليسرى، وإنه في وقت الغرق ونتيجة لشدة المفاجأة وبلوخ حالته العصبية لذروتها ساعة الموت، وحينها قام بدفع الماء بدراعه فقد تشنجت يده اليسرى وتيبست على هذا الوضع، فاستحال عودتها بعد ذلك لمكانها مرة أخرى كما هو معروف طبيا، أي أن ذلك يشابه تماما ما يعرفه الطبيب الشرعي من حالة تيبس يد ضحية وإمسكها بشيء من القاتل كملابس مثلا. لكن أمرا غريبا ما زال يحير البروفيسور موريس، ألا وهو كيف بقيت هذه الجثة أكثر سلامة من غيرها رغم أنها استخرجت من البحر. كان موريس بوقاي يعد تقريرا نهائيا عما كان يعتقده اكتشافا جديدا في انتشال جثة فرعون من البحر، وكان يحلم بسبق صحفي كبير نتيجة هذا الاكتشاف، حتى همس أحدهم في أذنه قائلا: لا تتعجل ميسيو موريس، فإن المسلمين يعرفون بالفعل غرق هذه المومياء، فالقرآن الكريم منذ 14 قرنا يخبرهم بذلك. فتعجب البروفيسور من هذا الكلام واستنكر بشدة هذا الخبر واستغربه، فجهز أمتعته وقرر السفر لبلاد المسلمين لمقابلة عدد من علماء التشريح المسلمين. وهناك كان أول حديث تحدثه معهم عما اكتشفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق، فقام أحدهم وفتح له المصحف وقرأ له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، سورة يونس. كان واقع الآية عليه شديدا ورجت له نفسه رجة جعلته يقف أمام الحضور ويصرخ بأعلى صوته: لقد دخلت الإسلام وأمنت بهذا القرآن. ثم رجع موريس بوكاي إلى فرنسا بغير الوجه الذي ذهب به، وهناك مكث 10 سنوات ليس لديه شغل يشغله سوى دراسته مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديثا مع القرآن الكريم، بل واجتهد في البحث عن تناقض علمي واحد مما يتحدث به القرآن الكريم فلم يجد، فخرج بعدها بنتيجة قوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكانت ثمرة هذه السنوات التي قضاها الفرنسي موريس أن خرج بتأليف كتابا عن القرآن الكريم هز الدول الغربية كافة ورج العلماء رجة. لقد كان عنوان الكتاب: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. الكتاب يحسنا ويحفز فينا تدبير الكون ودراسة الكتب السماوية المقدسة في ظل حياتنا الحديثة والمعارف الحديثة. وانتشر بيع جميع نسخ الكتاب وطبع أكثر من مرة ونفذت جميع النسخ، ولا يزال إلى الآن الطلب عليه في جميع البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.